نروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية، وتم تنظيم معرض أيادي مصرية للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة عدد كبير جدا من الفنانين والحرفيين. المعرض ده بيضم مجموعة من الحرف التراثية زي البردي والخزف والباترون والكروشيه والإكسسوار والجلود وغيرها. معنا على تليفون الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الشرقية، نتعرف منها على تفاصيل أكتر. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير دكتورة منة، وصباح الخير دكتور محمد. ومصر جميلة النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله دايما يا رب. أنا عايز أعرف بقى المعرض تفاصيله إيه، منتجات إيه، إيه الأعمال اليدوية اللي موجودة، إيه الأعمال التراثية، الفكرة، احكي لي بقى كل التفاصيل. ببساطة المعرض معرض أيادي مصر هي مبادرة من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية وشركة إي أسواق، ودي بتهتم لعرض وتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية بكل المحافظات. احنا كمحافظة الشرقية اهتمينا جدا بان احنا نجمع الصناعات الإبداعية بالأخص من المنتجات اليدوية، وده طبعا عشان خاطر نبرز ايه المميز عندنا، لان ده مرتبط زي ما حضرتك عارفة بالبيئة الريفية والبدوية اللي بتميز المحافظة والممارسات الشعبية، وده مهم بالنسبة لنا جدا لدعم المنتجات المحلية. احنا بنقوم بالمعارض دي بشكل دوري جدا جوه المنطقة الأثرية بتاع الباصة، وكمان المواقع الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات. فاشتغلنا عليها في أربع محاور للتسويق. أول محور عندنا بالنسبة لتطوير المنتج، احنا اهتمينا جدا بإن المنتج المحلي يتطور بحيث ان تصميماته تناسب البيئه، ولكن بشكل عقلي يتيح بقى ليها التسويق هنا وفي الخارج. النقطه الثانيه عندنا فتحنا منافذ تسويق كبيره، منها بشكل المعارض نفذنا السنه دي 9 معارض، منها 6 معارض بجانب الفعاليات اللي احنا بنعملها في المحافظات مختلفة وكمان المحلية داخل المحافظة، و3 معارض في أجنحة كبيرة اديتها لنا وزارة التنمية المحلية ضمن المبادرة. العنصر اللي احنا اهتمينا بيه برضه كان ربط المنتجات دي زي ما حضرتك شايفاها بالمنتجات السياحية. يعني أنا مثلا عندي من أهم المنتجات السياحية مطار العائلة المقدسة، لان احنا نقطه من نقاط العائله المقدسه. طيب. زي ما حضراتكم شايفين بيبرز اهو اللوجو رحله العائله المقدسه. عملنا ورش مع المبدعين والفنانين زي ما دكتور محمد ودكتوره منى زي ما حضراتكم قلتوا، المبدعين بتوعنا طلعوا شكل المسار داخلها من خريطه على البردي، من كمان رساله محبه زي ما احنا شايفين الخريمة. دكتور رشا، زي ما حضرتك قلت دلوقتي وشايفين على الشاشه، يعني بعض المنتجات اللي هي فعلا المنتجات بتعكس الثقافه والهويه المصريه بشكل كبير جدا وخصوصيه محافظه الشرقيه. حابين بس اللي بيتابعنا دلوقتي دكتور رشا، حابين نعرفه مكان المعرض فين، مدة المعرض مستمر كام يوم تقريبا؟ هو المعرض عندنا هو بيقام بشكل دوري، يعني كان يومين، النهارده ثاني يوم دي، وكمان عندنا معرض ثاني احنا بندعم اولا شكل المعروضات. احنا عندنا 17 عارض ما بين زي ما حضرتك قلت بردي وفخار وكريم وسجاد وريزن ومنتجات جلديه من الجلد الطبيعي، عندنا منحوتات خشبيه، عندنا منحوتات نحاسيه، عندنا كمان اكسسوارات وكمان كريم وسجاد يدوي طبيعي. كمان في بندعوهم ان يوم 15/2 بندعو الشعب المصري كله بقى وكل الموجودين عندنا ضيوفنا موجودين في مصر، يوم 15/2 احنا بنستحدث حاجه اسمها يوم الشرقيه. عملنا الجوله الاولى في متحف الحضاره، الجوله الثانيه يوم 15/2 في شارع المعز بساحه بيت القاضي، ده برضو لعرض المنتجات اليدويه والفنون الشعبيه. بنقدم كل المشاركين دكتور رشا يعني من ابناء ومبدعي محافظه الشرقيه، ولا في مشاركين من خارج المحافظه؟ لا لا، كلها محافظة الشرقية، منتجين ومبدعين محافظة الشرقية. أكيد. طيب يعني فكرة إن إحنا جايبين عاملين معرض كبير جدا، جايبين فيه أبناء المكان، وبنحاول نعمل لهم نوع من أنواع يعني إيه السياحة، وبنحاول نعمل لهم نوع من أنواع إبراز المهارات اللي موجودة عندهم للناس اللي موجودين، ونركز عليها في مكان واحد. بالظبط. وإحنا كمان كان عندنا
في ورش حيه، وكمان احنا بنقدمها، احنا بنهتم جدا بوجود الورش الحيه، اولا لنقل الثقافه للزائرين، ثانيا بنعمل ورش حيه للاطفال، يعني احنا عندنا دايما رابطين المجتمع المحلي من افراد بالذات الاطفال بالمنتجات اليدويه، لان دي اللي طالعه من بيئتنا ودي تاريخنا. فلازم يتوارثها الاجيال اللي بعديها. عندنا حاجه كده لطيفه جدا عشان كده ربطناها بالمنتجات، مثلا عندنا من امثلتها طبعا بعد البردي الفخار، عندنا منتج من الفخار الاسود هو من داخل طنطه سودا ومن بره سودا، وده متماثل للمنتج اللي كان بيطلعه المصري القديم. اهتمينا ايضا بان نبرز في جانب ركن كده ريفي بنعرض فيه الازياء، اهتمينا في كل معرض ان يبقى فيه ده خلاص سيمة بتاعتنا، المعرض الشرقيه او يوم الشرقيه لازم يبقى فيه عرض الازياء اللي بتقدم البيئه بشكل مبهر جدا، الناس كلها بتحب تتصور بيها وتشوفها، فمنها انها نقل للثقافات ومنها انها صناعه ابداعيه متطوره. أزياء، فخار، أنواع مختلفة من المشغولات اليدوية، كل ده هنلاقيه في المعرض. كل الشكر ليكي الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.